سلامات يا جماعة، رح نكمل دروسنا اليوم. رح ناخذ اليوم اثنين فونكس حرفين مع بعضهم، هن يو او، بس رح ناخذهم شورت يو شورت او. تعودنا طريقة لفظ الكلمات كيف الأمور، إن شاء الله رح تبلش تصير معكم أسهل وأسهل. run run fun fun sun sun rug 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 mug mug bug bug. لاحظوا شلون رح ارجع عيد لفظ الكلمات. لاحظوا كيف عم نلفظ اليوم. لاحظوا ما قلنا رون فون، لا، run fun run fun sun rug sun rug mug bug mug bug. رح نكتب ترجمتهم. run يركض، هذا طبعا الفعل الحاضر. fun مرح، we have some fun. sun شمس كلياتنا منعرف. rug بساط، يعني تقريبا مثل السداجة. mug اللي هو كاسة المج اللي مشرب فيها الشاي، mug يعني فينا نقول كأس مصنوع من الفخار، يعني بضعيفة مثل ما هي mug، لأنه بالعربي عم نقولها mug. باق مثل ما بنقول بالعربي البق، هي حشرة البق نفسه. So mug وباق تقريبا نفس الشيء بالعربي. نجي على short o. لاحظوا لي short o. hot o t hot p o t pot f o x fox b o x box t o m tom m o m mom hot pot fox box tom mom hot ما بنقول hot لا هات شوي من طولة هات بات فاكس باكس تام مام. رح أرجع أيضاً هات بات فاكس باكس تام مام. لاحظوا ران فن هات بات سن راج فاكس باكس mug bug tom mom. راح اترجمهم هذول. hot ساخن pot اللي هو قدر، راح نترجمه قدر، او هي القدر اللي بنطبخ فيه قدر راح اترجمه. fox اللي هو ثعلب. box صندوق. tom اسم اسم شخص مثل tom وجيري، tom and jerry mom. طيب لاحظوا انا شو عملت لكم. نحن بما ان اخذنا صار خمسة فونكس، الاحرف الصوتية اخذناها short، حطيتكم مقارنة بين الخمسة اللي اخذناهم كلياتهم مع بعضهم. لاحظوا كيف رح ألفظهم، كتبتهم بدون المعاني، بدنا ننتبه على اللفظ هون. sat sit sit sought sought sat sit sit sought sought. ما بدنا ننتبه على المعنى، بس انتبهوا لي على اللفظ حاليا وما مطلوب المعنى. pan
pin, pin, pan, 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 pin, pin. كأنه هاي عم نحط لها كسرة من تحت. pan, pan. رح أرجع أعيد كل شيء للمرة الأخيرة. run, fun, sun, rug, mug, bug. hot, pot, fox, box, tom, mom. sat, set, sit, sought, sat. pan, pin, pin, pan, pan. وموفقين ومشوفكم إن شاء الله.